شبكة تثقيف الشباب أو كما معروف عليها في أنحاء ليبيا وإيبير، شبكة تختص بالشباب وتمكين الشباب. اليوم كان اليوم الختامي وهو اليوم الرابع من تدريبات مجموعة من الشباب، العدد كان 20 في مدينة بن وليد. كان التدريب يخص على تمكين الشباب ودورهم في فض النزاع ونشر السلام وبناء السلام في المدينة. حاولنا قدر الإمكان أن ننشر فكر السلام بين الشباب في المدن العديدة. طبعاً التدريب هذا متزامن مع عدد من تدريبات تانية مقامة حالياً في مصراتة وفي الزاوية وفي طرابلس وفي أكثر من 13 مدينة على مستوى ليبيا. نحاول قدر الإمكان أن نوروا الرؤية الصحيحة للعالم ولليبيين أن الشباب يقدروا يبنوا سلام، أنهم مهمش وقود للحرب. فهذه كانت الخلاصة من التدريب اللي اليوم انتهى. انطلقت الحملة بتطعيم لقاح أسترازينيكا الجرعة الثانية، وتم تطعيم الجرعة الأولى من أسترازينيكا وتطعيم الصيني وتطعيم الروسي. إجمالي المستهدف اللي تم تطعيمهم داخل المركز 4500 مواطن. كما نتمنى من الدولة توفير الجرعة الثانية لتطعيم واسبنك الروسي والتطعيم الصيني لكي نتمكن من تطعيم المواطنين داخل البلدية. تم اليوم الحمد لله افتتاح فرع الأطراف الصناعية بمدينة سبت وبالتنسيق مع مركز الأطراف الصناعية مصراتة، وتم حضور بعض من الأشخاص من ذوي الإعاقة الخاص بالأطراف الصناعية مثل بتر الرجل واليد العلوية والرجل السفلية، وتم التنسيق مع بعض من المواطنين وأولياء الأمور، وتم الحضور والحمد لله حضور موجود بمركز الصحي رقم 2، ومشكور مسؤول الصحة الدكتور هشام على توفير لهذا المكان. الاجتماع الذي كان قبل قليل كان اليوم ببلدية نالول لمناقشة العديد من المسائل التي تتعلق بجهاز حرس بلدية نالول. كان في الاجتماع السيد العميد وكافة الضباط وضباط صف اللي ينتمون لهذا الفرع. نوقشت في هذا الاجتماع العديد من المشاكل والعوائق التي كانت تقف حائلا دون اختصاص الحرس البلدي،
وتمكننا من وضع النقاط على الحروف لأغلب المشاكل. النقاش أو الاجتماع كان يتخلل العديد من ملفات، من ضمنهم صيانة مقر الحرس البلدي للنلود ومتابعة العديد من الملفات التي هي ذات أهمية وستكون حافز وعامل مشجع للقيام بالاختصاصات والواجبات التي هي على عاتق عضو الحرس البلدي. وتم مناقشة العديد من المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه حرس البلدي في البلدية، وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تدليل هذه الصعوبات أمام أفراد الجهاز ليقوموا بعملهم على أكمل وجه. ناقشت العديد من الصعوبات، منها الصعوبات الإدارية واللوجستية، ومنها وسائل النقل والوقود التي تقف عائق أمام أفراد الجهاز الحرس البلدي ليقوموا بمهامهم، وقام السيد اللواء بحل جميع هذه الإشكاليات. قام العمل التطوعي بمدينة أوزلة اليوم زيارة لشركة النهر قربة من مدينة أوزلة، ولا الواقعة في مدينة أوزلة، لنبيب من نبيب النهر كان المدة السابقة في عطل. درنا لهم زيارة اليوم، والحقيقة بحضور المهندسين وفريق شركة النهر وجهاز التنفيذي لمشروعات النهر، كان حقيقة الإداريين والمهندسين والطواقم العمل كلهم كانوا حاضرين. والله مشينا لهم غادي على أساس كله رفع معنويات لهم من الإنجاز اللي نفذوه. تم احتفال معهم احتفال بسيط هكي، ودرنا لهم شهادة تكريم باسم العمل التطوعي بمدينة أوزلة، ونقدم لهم الشكر والتقدير للعاملين والمهندسين والطاقم للعمل. درنا لهم زيارة، والحقيقة العمل لا قوة إلا بالله ماشي كويس.